بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خمسة وخميس، حاضر محمد، غايب إبليس. التونس، تونس بتكسب تشيل 2-0 وبعدين تلاعب اليابان في اليابان و76,000 وترزعهم ثلاثة. إيه يا جماعة، في بسم الله ما شاء الله، يعني مش عايزين نحسد الأولاد، مش عايزين نحسد الأولاد. تونس بتعمل كورة حلوة. بص، أصل هو مفهوم الكورة الحلوة ملوش كتالوج. في ناس تشوف الكرة الحلوة السكسي فوتبول اللي بيلعبها بيب جوارديولا مثلا، وفي ناس تشوف الكرة الحلوة التكتلات الدفاعية اللي بيعملها مورينيو أو حتى سيميوني، في ناس تشوف الكرة الحلوة اللي بيعملها موسيماني مثلا مع الأهلي، اللي هو ماليش فيه أكسب وخلاص، بغض النظر على أداء مرة فوق مرة تحت. لكن الانضباط التكتيكي اللي أصبح موجود في الكرة التونسية وعند اللعيبة التونسية مبهر جميل. أنت ممكن لغاية دقيقة 60 وما تروحش على الجول، في لحظة جول خلصت، ولما تجيب التاني لا رحمة، التالت يجي عادي ولا أي حاجة. هنا بنتكلم على قدري مدرب المنتخب التونسي بدأ يحط إيده على العناصر اللي يلعب بيها، وبدأ يحط إيده على طريقة اللعب، وبدأ يستقتل. وكنت دايما أقول إن سر قوة البرازيل مثلا إن لعيبة البرازيل بتحب جدا تروح المنتخب. الجزائر في إفريقيا لعيبتها بتحب جدا تروح المنتخب، وده اللي بقى موجود مع منتخب تونس. اللعيبة بتموت نفسها عشان تروح، ده في العادي، ما بالك بقى في كأس عالم أو في ما قبل كأس العالم. تيجي تلاقي زي المجبري المفروض حنبعل المجبري لاعب مانشستر يونايتد اللي بيحارب ويقطع نفسه عشان يروح يلعب في منتخب تونس، وبيقعد احتياطي عادي جدا عادي جدا. الراجل بيقعد احتياطي اللي ممكن يكون اللي بيلعب في الملعب سيف الدين الجزيري، يعني مثلا في اليونايتد تلاقي اللي مكانه بيلعب او جنبه او في المركز بتاعه في اي حتة كريستيانو رونالدو، برونو فرنانديز، خوان ماتا حتى كبير السن كبير المقام. لكن تيجي نتكلم على لاعب بيلعب في الزمالك مثلا، او نيجي نتكلم على فرجاني ساسي بيلعب في الضحيه، تيجي تتكلم على عيسى العيدون اللي بيلعب في فرقه اقسم بالله بقى لي يومين عايز احفظ اسم الفرقه اللي بيلعب فيها، مش عارف، بس مع نفسكم قولوها انتوا قولوها انتوا، انا مش عارف اسم الفرقه اللي بيلعب فيها عيسى العيدوني، بس بحبه جدا بحبه. بص انا هقول لكم حاجه، في اتنين لعيبه انا بعشقهم بعشقهم، عيسى العيدوني وغلال شعلالي، انا بحبهم جدا يا جماعه، يعني والناس عارفه كده. محمد علي برمضان موال تاني، موال تاني، والتيشيرت اللي انا لابسه ده المفروض احط عليه من ورا رقم 5 عشان يبقى هو بتاعه يعني، بس انا بحب غلال شعلالي جدا وبحب عيسى العيدوني بشكل كبير. لكن تعالوا اتكلم معاكم تاني في فكره ان مدرب منتخب تونس بدا يحط ايده على التشكيله الاساسيه، وبدا يحط ايده على طريقه اللعب، والولاد حفظوا طريقه اللعب بتاعته، ما بقاش يفرق معاهم اسامي، ما بقوش بيتخضوا. ايه يعني بلعب تشيلي؟ ايه يعني يا عم لما اكون بلعب قدام مينامين ويوشيدا؟ ايه المشكله؟ 70,000 ولا الهوا، الجو بيمطر ولا ايه يعني؟ راحوا لعبوا قبل كده في تصفيات كاس الامم الافريقيه الساعه 3 الظهر ولا حاجه، ما خسروش. راحوا لعبوا قدام اليابان، المباراه بتتلعب الساعه 12 الظهر بتوقيت مصر، ما اعرفش عندكم الساعه كام، 12 الظهر عادي جدا، من مطر لتلج لحر الولاد بقى بيلعبوا كوره. برافو تونس، انا مبسوط خلي بالك، لاني في مصر هنا احنا بنمر بمرحلة صعبة جدا وقمة الحزن والزعل الحقيقة. يعني تيجي تخش النهاردة تشوف الصفحات المصرية هي بتحتفي بالفوز التونسي على اليابان، حاجة تفرح يعني، مبسوطين لتونس. وبعيدا عن ان انتوا عارفين علاقتي بتونس عاملة ازاي، لكن حقيقي والله العظيم مبسوط، انا بفرح للفرق العربية. زعلت جدا لما الجزائر ما تأهلتش، مبسوط جدا للمغرب انها بتوصل وماشية في سكتها كويس. فبتمنى يا رب ان شاء الله ان المنتخب التونسي في كأس العالم يشرف العرب بشكل محترم، وخاف يا مبابي بقى، خاف يا بنزيما بقى، قبلان العيفة موجود. بص ده علي معلول، هي ده لو علي معلول لعب يعني. تعالوا بس اقول لكم على فكرة ان مدرب منتخب تونس بدأ يحافظ على طريقة اللعب بتاعته والتشكيل بتاعته، اللي هو في الغالب 4 3 3، الأربعة اللي ورا والثلاثة اللي في نص الملعب ثابتين، أما الثلاثة اللي قدام بيبقى ليهم حرية حركة شوية باستثناء رأس الحربة، إذا كان سيف الدين جزيري أو طه ياسين الخنيسي دول بيبقوا ثابتين، والأطراف هم اللي بيبقوا عندهم حرية الحركة شوية. تعالوا نتكلم في الأسامي اللي كانت عامل مشترك في المباراتين، يعني الرباعي الخلفي. طبعا هو لعب مباراة في حراسة المرمى بأيمن دحمان، وفي مباراة تانية لا، ده لعب المباراتين بأيمن دحمان، أيمن دحمان لعب الماتشين. انا اقصد ان هو كان في مباراه التصفيات بتاع كاس الامم الافريقيه لعب بن سعيد اعتقد يعني. لكن تعال نتكلم على الاربعه اللي بيلعبوا في خط ظهر المنتخب التونسي
في منهم ثلاثة لعبوا الثلاث اللي لعبوا المباراتين بتوع تشيلي واليابان، لعب علي العبدي اللي لعب بالمناسبة وسجل في مباراة تشيلي، لعب بمنتصر الطلبي، ولعب بمحمد الراجر، دول ثابتين في المباراتين. مباراة منهم لعب فيها نادر الغندري، والمباراة الثانية لعب فيها بلال العيفة. احنا بنتكلم في ان خلاص التناغم وصل بين اللعيبة دي لأقصاه، بداية من البطولة العربية مرورا بتصفيات كأس الأمم الأفريقية وقبلهم كأس الأمم الأفريقية نفسها، ودلوقتي بيلعبوا مباريات ودية. ثلاثي وسط الملعب خلاص بقينا حافظينه تقريبا، يعني بينضم له شوية واحد ويتسحب منه واحد، لكنه في المباراتين اللي اتلعبوا بالرمضان عيسى العيدوني وفرجاني ساسي. فرجاني ساسي ومحمد علي بالرمضان لعيبة كورة، لعيبة كورة، كورتهم حلوة، التمريرات بتاعتهم محترمة، محمد علي بن رمضان انطلاقاته محترمة وكويسة جدا، ولازم السنة الجاية يسيب الترجي ويمشي. مش تقليلا من الترجي، لكن تجديدا للطموح وتجديدا لإمكانيات اللاعب الكبيرة اللي لازم وتستاهل انها تطلع بره قارة افريقيا. يعني يرحم نفسه شوية من فكرة اللعب في الدوري التونسي في رمضان الساعة 1 الظهر، واللعب في دوري ابطال افريقيا الغير منظم اللي مبارياته يعني مش عايز احكي عنها، ويطلع يلعب بقى بره شوية، يطلع يلعب بره شوية. سيبكم من قصه انه يجي الاهلي، الموضوع ده منتهي، مش هيجي الاهلي، مش هيجي الاهلي. الثلاثي الامامي اللي بنتكلم عنه اللي بيلعب بيه مدرب المنتخب التونسي، اعتقد انه في النمس يوسف المسكني ده خلصان، ده هيلعب، واعتقد برضه بنسبه تعدي 90% في المباريات الرسميه الجنب الثاني هيكون في نعيم السليتي. اي نعم ما لعبش مباريات النهارده قدام اليابان، لكنه انا بقول انه واحد من العناصر الاساسيه في المنتخب التونسي. النهارده لعب بانيس بن سليمان وطه ياسين الخنيسي، له في قلبي معزه، هذا الخنيسي له في قلبي معزة. ليه بقى؟ أولا فرويد مهاجم، مهاجم حقيقي، يعني دمه تقيل على المدافعين، ما بيكسلش، ما بيوقفش، ما بيريحش، ما بيسيبش أريحية لحد. ما فيش حاجة اسمها مدافع يفضل يعمل الكرة كده ويرفع عينه ويبص ويشوف هيلعبها لمين. طه ياسين الخنيسي ما بيسيبش الكلام ده. أنا شخصيا بأي فورمة بأي مستوى طه ياسين الخنيسي فيه هو أحسن من سيف الدين جزيري 10 مرات، مش عشان بلعب في الزمالك، والله الموضوع بالنسبه لي ما فيهوش اي علاقه بالانديه خالص لما باجي اتكلم على المنتخبات. ده الثلاثي اللي لاعب النهارده في مباراه اليابان. لكن انا اسف، الثلاثي اللي لعبوا بين سليمان وطه ياسين الخنيسي ويوسف المساكن، دول لعبوا مباريات اليابان، وقدام ووراهم الثلاثي اللي بنتكلم عليه عيسى العيدوني وبن رمضان وفرجاني ساسي، والرباع اللي ورا علي العبدي ومحمد الدراجر منتصر الطلبي وبلال العيفة. المهم بس قبل ما انقل على نقطة تاني ولا اروح في مكان تاني، عاوزين ندي كل حد حقه، احنا ما اتكلمناش على اليابان خالص، فخلوني اقول لكم تشكيل منتخب اليابان. منتخب اليابان فيه حارس مرمى معرفش اسمه، وفيه 4 في خط الظهر معرفش منهم غير يوشيدا، وثلاثة في نص ملعب معرفش منهم حد، والثلاثة اللي قدام فيهم مينامينو عشان صاحب محمد صلاح. ده تشكيل منتخب اليابان، عشان بس ما نبقاش قصرنا في حق الإخوة اليابانيين اللي مغرقنا بأجهزتهم الجامدة. بس أنا حبيت أقول لكم دي الأسامي. أنا والله إحنا النهاردة كنا بنلعب كوريا الجنوبية، ما نعرفش حد غير هيومينج سون بس بتاع سبيرز توتنهام، الباقي كله ما مش عارف، أنا ما أعرفش، كفاية علينا الأسامي بتاعتنا. بقول لك مش عارف أنطق اسم النادي بتاع عيسى العيدوني، اكتبوا أنتوا، اكتب لي في الكومنتات دلوقتي اسم النادي بيلعب فيه عيسى العيدوني، أنا مش عارف أقرأ اسمه، مش عارف أقرأ اسمه. إحنا دلوقتي بنتكلم في فكرة إن المنتخب التونسي حتى تغييراته بقت تقريبا شبه ثابته، من كتر ما الراجل بقى عارف بيعمل ايه. عصام شبالي بقى بينزل في النص الثاني من الشوط الثاني في الغالب، مره نزل مكان محمد الدراجر، ومره نزل مكان حنا بعل المجبري على ما اتذكر برضو. بس الفكره ان الراجل بدا ينزل، وبعدين دي بقت ميزه ان مش كل اللعيبه اللي بتنزل من على الدكه بتعرف تسجل. انا عارف ان في ساركازم وطريقه شويه عليه في بعض الصفحات وشفت بعيني، لكن الراجل بيسجل، انا ماليش دعوه، انا عاوز اهداف. هتلعب قدام فرنسا يا معلم، هتلعب قدام فرنسا واستراليا يا فنان، استراليا والدنمارك، فرنسا استراليا الدنمارك، ده يعني ان شاء الله هطلع مش ناسي. بالتوفيق للمنتخب التونسي الشقيق، منتخب تونس اللي تجربته محترمه ومحافظين على نفسهم ومحافظين على قوامهم وما رموش ودنهم لحته. القوام اللي محافظ على نفسه بقاله فتره، واللاعبين حفظوا بعض بشكل كبير، غاب واحد ودخل التاني، المنظومه ما بتتغيرش، طريقه اللعب ثابته، المدرب زي ما هو، لغايه ما نوصل كاس العالم يحلها الحلال بعد كده. لكن لغايه اللحظه اللي احنا فيها دي
مبروك للمنتخب التونسي، المسيرة اللي ماشيين بيها ماشيين بشكل محترم في تصفيات دوري أبطال، في دوري إيه، ماشيين بشكل محترم في تصفيات كأس الأمم الأفريقية، وماشيين بشكل محترم في المباريات الودية المؤهلة لكأس العالم، المباريات الودية المؤهلة. في حاجة غلط في الموضوع، في حاجة مش صح. مباريات ودية استعدادا لكأس العالم، ما سهله يا اما مكلكعين الدنيا ليه؟ مكلكعين الدنيا ليه؟ حاولت والله ادور على تيشرت لمنتخب تونس بس ما لقيتوش، بس وعد يعني ان شاء الله واحنا بنتكلم مع بعض عن كأس العالم ومباريات كأس العالم هيكون تيشرت المنتخب التونسي معايا، ودي كانت هديه من صديق ليا بيشجع الترجي، فيعني بتابع بما ان الترجي وتونس فكلها واحد يعني، ف جود لك يا شباب، مليون مبروك للمنتخب التونسي، واتمنى لهم يا رب، واتمنى لكم بما ان اللي بيتفرجوا عليا اغلبهم من تونس الحبيبه، اتمنى لكم كل التوفيق يا رب ان شاء الله. كان معاكم محمد عطيتو، نورتوني شرفتوني، ما تنساش تبقى تدوس لايك وتعمل سبسكرايب في القناه، ولو في حاجه في الكومنتات انا قلتها غلط وارد جدا، او قلتها مش عاجباك وده ان شاء الله ما يكونش حصل، او حاجه عايز نتكلم فيها تحت امرك اكتبها لي تحت في الكومنتات. الى ان نراكم مجددا، نورتوني وشرفتوني، اشوف وشكم على خير ان شاء الله، السلام عليكم.